بنتم طبيا، لكن بنسير شوي على جانب آخر وهو الجانب الجلدي، حيث أكيد نفرح دائما في مسدبي بضيوفنا، وهي هذه اللحظات نرحب جزيل وكبير الترحيب بالدكتور خالد شاهين، أخصائي جلدية وتجميل مستشفى برجيل رويال العين. حياك الله ومساك الله بالخير معنا في مسدبي. أهلا وسهلا. في البداية بتشرف بيكو طبعا، وسعيد جدا بتواجدي في القناة. يعني حياك الله ويانا يا دكتور. واليوم نتكلم يمكن عن مرض كثيرين يعانون منه، هو مرض جلدي، لكن عادة يرجع الأسباب، وكثير من الناس تقول لك أن هذا السبب نفسي وهو مرض الثعلبة. فلو نتعرف وياك وتعرف المشاهدين عن الثعلبة وسببها. تمام. ومرض الثعلبة هو مرض مناعي. نعم. الخلل في مناعة الجسم، ببساطة الجلد أو الجسم بيتعامل مع بصيلات الشعر كجسم غريب فبيهاجمها وبيوقع، فبينتج عن كده فراغات في فروة الرأس أو في اللحية أو في الشنب، أماكن فيها الشعر يعني. خلاص. وبتختلف طبعا يعني درجتها من ثعلبة بسيطة إلى ثعلبة كلية إلى ثعلبة بنسميها عالمية اللي هي بتصيب كل شعر الجسم يعني. ويوم تقول دكتور مرض مناعي، هل بمعنى ذلك أننا نحن نستبعد أن يكون مرض جلدي؟ لأن البعض يقول لك أنه لا، راح استخدم الدواء الفلاني أو الطريقة الفلانية لمنع توقف تساقط الجلد، فهل يتوقفون على طول يعتمدون على أنه مرض مناعي بحت وليس جلدي؟ هو مرض مناعي طبعا. خلاص. فالحاجات المحفزات العادية بتاعت علاجات الشعر العادية، تساقط الشعر طبعا دي ما تفيدش في 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 الثعلبة. حتى عملية زراعة الشعر ما بتجيبش نتيجة. ليه؟ لأنها حاجة مناعية، أجسام مضادة بتوقع البصيلات. يعني هي البصيلات تكون ماتت أصلا فخلاص بتكون ماتت. لا، بتوقع البصيلات طبعا. لو تعالجت الجهاز المناعي تعالج، فبالتالي بيرجع الشعر يطلع تاني يعني. المرض المناعي أنا أول مرة أعرف أن الصراحة الثعلبة مرض مناعي. أنا كنت أسمع مثل ما ذكرت أن مرات في كثير حالات، ما أعرف يمكن هذا كان الطب بعد ما تقدم، أنه يصير المريض عنده ثعلبة يقول أنت عندك ظروف نفسية، عندك استرس، ومرات ترى الخلل المناعي بعد نتيجة الاسترس والأشياء النفسية. طبعا العامل النفسي بيأثر على الجهاز المناعي، مثل الصدفية وغيرها من الأمراض المناعية اللي تعالج بالعلاج البيولوجي، هاي الطفرة الطبية الحديثة. الثعلبة كذلك تحت هذا الإطار؟ نعم طبعا. الثعلبة في أحدث حاجة لها طبعا العلاج البيولوجي، في مادة اسمها الباراسيتينيب، دي عبارة عن حبوب تتاخد يوميا لها شوية اشتراطات يعني عشان المريض يقدر يستفيد منها، ولكن هي من الحاجات الجميلة جدا، بس لازم المريض بيستمر عليها فترات طويلة لأنها زي ما قلت هو شغل مع المناعة يعني. نعم. مع دكتور، هل ترى أن الكثيرين متثقفين يعني بالطريقة الكافية عن مرض الثعلبة وإذا أصابهم لكي يعرفون أنهم كيف يتعالجون منه ويتخلصون منه، ولا لا يزال هناك يحتاج ثقافة أكثر؟ لأن مثل ما ذكرنا قبل قليل يمكن البعض يستخدم أدوية ما لها أي دخل أيضا في مرض الثعلبة عندما تطلع لها. هل هناك يمكن رغبة أو حاجة أكثر للتثقيف أكثر عن هذا المرض؟ محتاجين في تثقيف شوية زيادة، لأن في بعض الناس بيلجأوا الأساليب العادية اللي هي مثلا إبر الفيتامينز أو الشامبوهات العادية الموجودة في الصيدليات أو السبريهات دي، يعني الحاجات دي ما تجيبش نتيجة طبعا خالص، لأنها مش تساقط شعر عادي، هو زي ما قلت حاجة مناعية. فبالتالي احنا لازم نشتغل على المناعة، سواء بالحاجات الموضعية، العلاجات الموضعية زي الكريمات مثلا أو الحقن الموضعي، بنحقن ساعات إبر للكورتيزون. صحيح. خلاص. او انتهاء زي ما حضرتك قلتي بالعلاج البيولوجي. نحن العارفة الشكل التقليدي او المتعارف عليه للثعلبة ان هي عبارة عن فراغ كبير في 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 الشعر، سواء مثل ما ذكرت في اللحية او شعر الرأس، فاعتقد هذا يعني اشارة واضحة ان هاي ثعلبة مش تساقط شعر عادي. فهل ممكن الثعلبة تغطي منطقة كبيرة من الشعر فبحيث أنت ما تقدر تفرق هل هذا تساقط شعر ولا هذه ثعلبة، ولا هي لازم تتركها البقعة الكبيرة؟ هي في البداية بتبدأ ببقعة صغيرة، وبعدين أحيانا بتزيد، تكون الثعلبة نشطة جدا يعني بيكون خلل كبير في الجهاز المناعي فبتكبر وبتاخد جزء كبير من فروة الرأس، وبعدين بتتحول بعد كده لحاجة اسمها الثعلبة العالمية اللي هي بتوقع الرموش واللي هو الحاجب مثلا او كده. خلاص. فهي طبعا انواع وهي درجات. في بالمناسبه في نوع منها العامل النفسي هو اللي بيؤدي للثعلبه، اللي هي حاجه اسمها الترايكوبتيلومانيا، يعني هي عباره عن حاله نفسيه المريض بيشد الشعر في منطقه معينه. خلاص. المنطقه دي بيقع منها الشعر، بيحصل فيها فراغ. دكتور، سواء كان مناعي او مثل هذه، هل علاج الاثنين قد يكون نفسي؟ يعني على مبدأ وداويها بالتي كانت هي الداء مثلا، هل العلاج نقدر نفعل نفسي؟ بالتأكيد الحالة دي بالذات لازم تتعالج نفسيا، لأنه لو المريض فضل
يشد الشعر في المنطقه دي هيفضل ترجع الثعلبه تاني ومش هتتحسن تماما من العلاج. زي ممكن يعني اذا تعالج نفسيه ممكن ترجع البصيلات مره ثانيه تنشط ولا طبعا. ولا خلاص هو لو خلاص مسك ايده عن شد الشعر خلاص الموضوع هيبقى طبيعي. بس مرات فعلا يعني يتم ما في اماكن يقول لك خلاص ماتت البصيله ما يطلع فيها الشعر. ماتت البصيله؟ لا هو زي ما حضرتك قلت يعني زي ما قلت في الاول مناعه، والمناعه دي لو الجهاز المناعي بقى يعني ظبطه وبقى طبيعي خلاص الشعر بيطلع تاني. يعني نقدر بالطريقه هذه اللي ذكرتها انت ان نقدر نفرق اولا، يعني اول طرق العلاج انك تفرق هذا ثعلبه هذا تساقط شعر عشان بالزبط. تعرف اولا أيوة بالضبط، لأن في أنواع من فراغات الشعر ما تبقاش ثعلبة، زي مثلا تينيا الرأس، التينيا أو الفطريات اللي موجودة في الرأس برضو بيبقى فيها فراغات، لكن إحنا طبعا كدكاترة بنشوف هل هي فعلا ثعلبة ولا هي فيها فطريات، يعني مثلا فيها قشرة أو فيها شعر زي ما بيقولوا مقصوص، يعني إحنا بنشوفها كويس وبنكشف عليها بنعرف إذا كانت ثعلبة أو فطريات تينيا الرأس. والكشف يبين من ناحية البصيلات ولا من ناحية طبعا المناعه ما تبين في الكشف؟ لا 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 هي بتبين بالكشف. بالكشف في العياده. جميل. معلومات صراحه انا اول مره اعرفها، لان العلاج النفسي يعني شويه نفسيه اساس لما تشوف كل شيء. سبحان الله كيف انها تبين على الجلد كل شيء يظهر عليك انت. أيوة. سبحان الله. العمل النفسي بيأثر كتير جدا جدا في امراض كتير جلديه، خصوصا الامراض المناعيه زي ما حضرتك ذكرت، هي امراض مناعيه ولكن اساسها اساس خلل المناعه هو عامل نفسي بيبقى موجود. صحيح صحيح. للاسف النفسيه اذا ضربت كل شيء كل حاجه ضربت كل شيء. وهذا يفسر انا اذكر واحد من الشباب من اصدقائي كانت جت الثعلبه هنا ولكنها عالجت نفسها بنفسها، وهو تعافى نفسيا ممكن بس هو ما يعرف، لذلك هذا يمكن فسر النقطه اللي كانت عندي انا انها عالجت نفسها ارتاح نفسيا فخفت. بالضبط. نحن شاكرين لك جزيل الشكر على هذه المعلومات الثريه، واللي متاكدين ايضا انها اعطت الكثير من المعلومات كذلك لمشاهدينا اللي كانوا في مسا دبي. شكرا لك دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا قواك الله يا دكتور. شكرا جزيلا على تواجدك ويانا في مسا دبي.